ريف حماه الشمالي. صباح يوم الاثنين 29/8/2016. سحب الدخان الأسود يغطي ريف حماه الشمالي بسبب بدء العمليات العسكرية ضد قوات النظام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كتيبة الدبابات التابعة للجيش العزي، نقوم بالتمهيد على حاجز اللاقيات في معركة في سبيل الله نمضي. جيش النصر كتيبة الميلدان، نقوم باستهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. رميت كنا على الهرم. بسم الله الله اكبر. متواجد في البويضة صاروخ خارجي. بسم الله الرحمن الرحيم. جيش النصر كتيبة الميمدال، نقوم باستهداف قاعدة ميمدال على حاجز المداجن المتواجد في البويضة بصاروخ فاقور. تاريخ 29/8/2016. الله أكبر والعزة لله. يا الله يا الله يا رب يا الله يا رب يا رب يا رب، سدد الرمي يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. جيش العزي فوج المدفعية يقوم باستهداف مقرات الأمن والشبيحة ضمن سكنة مطار حمال العسكري 29/6/29/8/2016 ضمن معركة في سبيل الله نمضي. بسم الله والله أكبر. وما رميت إذ رميت لكن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله والله أكبر. لكن الله ما. بسم الله والله أكبر. الله أكبر. سكر. مسك القذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. 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 نار. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. بار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله. جاهز؟ إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. الله أكبر. 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 لا تضرب الصماني دير بالك. هذا اثنين لخ. جيش العزيز تجهيز راجمة الصواريخ 128 لاستهداف حواجز النظام بريف حماس الشمالي ضمن معركة في سبيل الله نمضي. الرحمن الرحيم. يقوم الآن جيش العزي باستهداف حواجز النظام بمعركة في سبيل الله نمضي في عربة الفوزليكا. الله أكبر. جيش النصر كتيبة الميم دال.
بسم الله الرحمن الرحيم. جيش النصر كتيبة الميم دال. نقوم باستهداف غرفة مليئة بالشبيحة والعساكر على حاجز البويضة بصاروخ التاو بتاريخ 29/8/2016. الله أكبر والعزة لله. يا الله يا الله يا رب. تمام أبو الصفا ممتاز ممتاز. يا الله يا الله يا الله يا الله. بالباب بالباب يا أبو الصيف ملياني. نزل شوي مصطفى. الله أكبر يا أبو الصيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نزلت غرفي. الله أكبر. غرفة عمليات البويضة نزلت على الأرض. الله أكبر. البويضة نزلت على الأرض. الله أكبر.